وبهذه المناسبة يسرنا أن يكون معنا في استديو مركز الأخبار الأستاذ إبراهيم النهام، كاتب صحفي في صحيفة البلاد. أهلا بك أستاذ إبراهيم معنا في نشرة الثالثة، وبداية كيف تابعتم خطاب جلالة الملك المفدى وما هي قراءتكم لأبرز المضامين التي جاءت فيه؟ مساء الخير أختي الكريمة. خطاب جلالة الملك يعبر في مضمونه عن الإرادة الشعبية لمملكة البحرين والشعب البحرين. نعم. جلالة الملك حفظ الله ورعاه دائما يجسد في خطاباته السامية حالة استثنائية في الحكم الرشيد التي تقوم على تعبير الحاكم بشكل مستمر ودائم لنبضات مشاعر وشائج الشجون لدى الشعب البحريني من خلال هذه الخطابات، ومن خلال تحفيز الناس على الاستمرار في أداء واجبهم الوطني، ومن خلال التأكيد على أن الدولة ماضية قدما نحو بناء العهد الجديد وبناء الدولة الجديدة بالشراكة مع المواطنين. نحن في البحرين يعني نعيش اليوم عرس وطني كبير. نعم. يتمثل بالعيد الوطني المجيد وعيد جلوس جلالة الملك المفدى وتقلده لمقاليد الحكم في مملكة البحرين. نحن نتابع بتقدير وإعجاب فرحة شعب البحرين والتي اكتملت اليوم بخطاب جلالته السامي، الخطاب الذي كنا نترقبه جميعا وننتظره، ونحن نشكر جلالته على حرصه الدائم في هذه المناسبة العزيزة على أن يكون قريب مننا. نعم، كيف تقرؤون ملامح الحضارة التنموية الشاملة التي تحققت في عهد جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، وما تحقق من مكتسبات في مختلف المجالات؟ أستطيع أن أوجز سؤال شخصي الكريمة هذا بأن جلالة الملك حفظ الله ورعاه يعني كان على موعد مع قصص نجاح استثنائية استطاعت هذه البقعة المضيئة من العالم تحقيقها خلال العقدين الزاهرين الماضيين. البحرين بالرغم من محدودية مواردها المالية، من محدودية مواردها النفطية، بالرغم من صغر رقعتها الجغرافية، لكنها بإرادة حاكم طموح وبعزيمة شعب يلتف حول قيادته استطاع خلال هالعقدين الماضيين أن يحقق قصص استثنائية في ترسيخ المواطنة من جانب، وفي إبراز البحرين بالشكل الذي يليق بها على كافة المستويات، سواء على مستوى السياسة الخارجية أو الداخلية، سواء على مستوى التربية والتعليم، على مستوى الإعلام الصحافة، وعلى مستوى القطاعات التنموية الأخرى. ولقد أثبت المواطن البحريني هذا النجاح خلال فترة الجائحة. نحن رأينا كيف أن البحرين تربعت على عرش صدارة الدول التي احتوت الجائحة فترة يعني قبل تفشيها فترة استثنائية، كيف تعاملت بحكمة مع هذا الملف الذي كثير من الدول الكبرى في العالم انهار التنظمة الصحية خلال فترة وجيزة، وأيضا كذلك كيف استطاع البحرينيون يعني الالتزام بما يوجه إليه الفريق البحرين في موضوع الاحترازات الطبية والوقائية. أختي الكريمة، البحرين تظل دائما وأبدا دولة استثنائية في كل شيء. صحيح. ونحن إن شاء الله على موعد مع المزيد من قصص النجاح في السنوات المقبلة بإرادة حاكم طموح وشعب يستمد قوته من دينه الإسلامي الحنيف ومن ولائه لقيادته ومن محبته لهذه الأرض العزيزة. نعم، سعيدين بأن نحتفل اليوم بذكرى العيد الوطني لمملكتنا الحبيبة ولأبرز ما تحقق في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى. أستاذ إبراهيم النهام، كاتب صحفي في صحيفة البلاد، شكرا لك على تواجدك معنا في هذه النشرة. كل الشكر. إنها